وبمناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهيد، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، ونبدأ بكلمة سعادتكم بمناسبة ذكرى يوم الشهيد. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا، أتشرف أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وباني نهضتها القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تفضل جلالته برعايته الكريمة لهذا اليوم الذي يحتفي فيه الوطن بتضحيات أعز وأبر أبنائه، وهو يوم تتجلى فيه صورة الوفاء لمن ضحوا وبذلوا أغلى ما لديهم في سبيل الله ومن أجل وطنهم، مستذكرين بالفخر والاعتزاز والعرفان كل شهدائنا الأبرار منذ فتح البحرين وحتى يومنا هذا، أولئك الذين ارتقوا بأرواحهم دفاعا عن عروبة البحرين وعن دينها وأمنها وأمانها، الذين من خلال تضحياتهم تمكنت البحرين من العودة إلى أمتها العربية وتمكنت من المحافظة على مكتسباتها وإنجازاتها والثبات في وجه موجات الحقد الطائفي والتدخلات الأجنبية ومحاولات زعزعة الأمن وتقويضه. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية حفظه الله ورعاه على رعاية معاليه لأسر الشهداء وأبنائهم واهتمامه الشخصي بهم ورعاية الجرحى والمصابين وتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من رعاية صحية وعلاجية لهم. أسأل المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يديم على البحرين نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وشكرا. شكرا لك سعادة اللواء.